السلام عليكم المشاهدين، اخباركم؟ ياك لاباس؟ كي دايرين؟ دايرين مع الصحيحه؟ ياك بخير. الله يطول عمركم وربي يخليكم، وشكرا عليكم. كنشكركم بزاف 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 على الدعم ديالكم وعلى التعليق ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. كبار وصغار والحباب ديالي كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، كنشكركم بزاف بزاف. واليوم ان شاء الله يا ربي رانا غادي ندير معكم واحد الوصفه عاوتاني اخرى ديال الطرقات ديال المخلل. وبالنسبه للحباب اللي ضمون ضاو على الدنجال مخلل، انا تساليت في السوق ما لقيتش الدنجال اللي كيتخلل حيت كنديروا داك الصغير، ما لقيتوش. ان شاء الله حتى انا الغدا ولا بعدو ان شاء الله نجيبوه ونصاوبوه ونديروا لكم ان شاء الله، ندير لكم الطلب ديالكم. ومرحبا بكم وعلى راسي من الفوق، والله يعطيكم صحيحتكم. وكنشكركم تانا بزاف بزاف. والمهم راه كلشي زوين وكلشي خفيف وكلشي سهل. ودابا ان شاء الله راه غنمشي معكم غير بشوي بشوي، ما بغيتش نكثر بزاف ديال الخضره باش الرقد هذه وهذه وهذه. انا ماشي معكم عاب شويه بشويه باش بنادم كيفهم. اما لا جدارها واخا دايره على القياس غير شويه شويه باش نوريكم. وكل مره غندير لكم حاجه باش نفهم باش تفهموا كيفاش. ما بغيتش نكثر بزاف الخضره هنايا باش نقادها لكم. وكي جاكم اللفت راه ساهل وغزال، داكشي راه زوين. وبصحتكم براحتكم. واليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الوصفه اخرى ثاني ديال هنايا كاينه الثومه. ها انت زيدوا لهم هذه الثومه نقيتها، ها هي الثومه مع الفلفله الحاره. ها هي هذا الشيفرون، ها هو مغسول ومنقي. هذا الكرنب صغير ليشو، شي كيقول الكرنب شي كيقول ليشو شي كيقول مكور كلش كيقول لي. هذا شابينيو راه قطعته وصاوبته وغسلته مقاد، وانا غنوريكم كيفاش كندير ليه. ها هو تا هو صاوبت منو غير القياس باش نوريكم كيفاش غادي ندير ليه، حيت كيتحتاج في الدار بزاف شابينيو. وهاد الخضره مخلل كتحتاج بزاف، تحتاج البسطيله، يحتاج الزواق، لاي حاجه كتبغيو ديروها ولا شي حاجه تلقى كلشي عندكم في الدار. وراه كلشي ساهل ان شاء الله يا ربي، معامكم رشيده راه ما يخصكم حتى خير، وكلشي ساهل وزوين، وتلقاو حداكم في محلكم بلا ما تخرجوا تشريو بلا ما واحد. ديروا على تيساع وحطهم راه ساهلين، ما واعر حتى حاجه، حتى حاجه ما واعره. وكنحتاجوا معاهم الخل، ها انت كندير العادي، انا خليته في القرعه ديالي ما خويتوش في شي حاجه اخرى باش تشوفوه. كاينه الملحه ها هي، وكاينه سنيده ها انتم، ولكن في الطرقات كلها بالطريقه ديالو. هادو كيداروا في كيتغلاو شويه، غير غليه وحده كيتلاح في المطايب اولا تخوي عليه المطايب. دابا انا يلا ها المطايب كيطيب، انا غنوريكم كيفاش غندير هادو كيفاش غندير هادو. بسم الله تبارك الله. هانتوما دابا هادو غادي نخوي فيهم الكرنب بحال هكا، ها هو شكلو ها هو. وغادي نخوي عليه المطايب، هانتوما نخوي عليه المطايب بحال هكا. هانتوما ها هو خويت عليه المطايب، وغادي نخليه شويه ها هما، غادي نخليهم حدايا هنايا شويه بحال اللي كنغلي هذيك غاليه وحده بحال اللي خوينا عليه المطايب هكا. اما بالنسبه لهادو، هادو كنصاوبهم باردي، هادو غادي نصاوبهم باردي ندير لهم الماء بارد. انا غنصاوب هادو بين ما يترخاو هادو شويه في الماء سخون.
هنا كاين اللي كيقول لك لا خاص الماء حتى يكون طايب ولا يخسر ولا ما تخسر حتى شي حاجه. انا شتوني درت الماء من الروبيني وراكم يكون جربتوه لفته هو ياك درتو كاع الماء بارد هنا راه كيبقى زوين. الماء سخون ديروا الحاجه اللي هي غادي تاكلوها دغيا، اما اللي غادي تبقى بلا ما ديروا ليها سميتها. بسم الله هادو القريعات اللي غادي نصاوب فيهم هاد الشيء هذا، وهنايا غادي ندير الملح ندوبها. هانتوما هي وحده ها جوج معالق ديال الملح ومعلقه وحده ديال السنيده، هي معلقه وحده ها بالنسبه للخل كنديروا 3 4 اللي درتو هاد معلقه ديال الخل هذا كندوب كنمشي معاه حتى كيدوب بحال هكا. المشاهدين انا غنعمروهم دابا هنايا حنا غنبداو بسم الله غنبداو بهذا. بالنسبه للشيفرون حتى هو كيتخوى فيه الماء سخون اللي باغي ياكلو دغيا ولا شي حاجه حتى هو ديروا ليه الماء سخون. انا ما درتش ليه الماء سخون درتو هكا باش يبقى باش ما يكونش مزروب. كنهبطو شويه بشويه باش نشوفو جينا مع القريعات ديالنا. انتما كنقادوهم بحال هكا واخا نوركو عليهم ونهبطوهم ماشي مشكل. هانتوما راليهم حتى شي حاجه واخا توركو عليهم بحال هكا رئيس الحامض نسيت الحامض هذا. دابا هذا حنا عمرناها عمرنا القريعه ديالنا. دابا غادي نديرو القريعه ديال الطوماطه هي نعمروها نديرو فيها كنديرو التومة ونديرو الحار بحال هكا باش تبقى واقفة مع الجن عصغار كلشي ساهل كلشي حاجة ما صعيبة حاجه ما كتجي واعره كلشي كيجي ساهل تا بالنسبه لهادو راني كنتقبهم راني نتقبهم هادو بحال هكا كيتقبوا. نوريكم حيتي تقبينهم تقباهم وحاطاهم تمايا. هادي دابا الثومه ديالنا هي عمرنا القريعه ديالنا الثومه وطلع عليه الشيفرون هانتوما. ودابا هاد الماء اللي مخلي ديالنا ها حنا غادي نديرو ليهم هانتوما. غنعمروهم ساهل حتى حاجة ما واعرة هانتوما سالي شي نعمروهم حتى يجي الماء فوق منهم هانت التومة ديالنا حتى هي ها هي ها هي. الدور ديال سميتو هي ديال الخل وديك المعلقه ديال السكر. اما بالنسبه اللي كيرقد بالملحه بوحدها والماء او لا يدير الزيت فوق منهم لا هانت. هادو ها هما سديناهم وسدو مزيان
نصومها. هادي حتى هي تسد مزيان، كنسدوهم مزيان. هاد ها هما هادو دابا هما واجدين. حنا وجدنا دابا هادو ونخليهم هنا، وغادي نجيو نشوفو هاد هادو فين وصلوا. ها هما بما دارو هاد الماسكون هنا نخليهم. هانتوما نهزوهم، هانتوما شوف كي كيبقاو خضرين، ما كيخس كيزيدو يخضروا، ها اللون ديالهم كي كيولي بالما طايب، شتي اللون ديالهم كيبقى زوين. شافينو هانتوما، شوفوا داك الكحول اللي كيطلق في الماء، شتي الكحوله ديالو كيفاش كيطلق في الماء طايب. كنهزو بحال هكا، دابا غنجيبو القريعات ديالنا تا هما، هاهوما. بالنسبة للتعمار، هادي هاد راني مسشلاهم بالما سخون. بالنسبة للتعمار بسم الله، غادي نسبقو هدا باش ميكحلش لينا، حيت لا حيدتوه من الماء طيب وخليتوه هو لخر راه كيكحل، تزربو عليه بحال هكا باش ميكحلش. نزربو عليه هو الاول، نصبو في القرعة نتوما، صبنا في القرعة ديالنا هذا الفرن تاعو. كنجيبو بحال هكا هذا، شتي اللون ديالو كيفاش كيبقى زوين، كيزيد خضار، كيولي خضار اكثر من ملي كيكون قبل ما يدار في الماء. ها نتوما هكا ولا بالموس، شتي ها نتوما كنتقبوه هكا بالفرشيط، ها نتوما كنتقبوه عيب بحال هكا، كنتقبوه بالفرشيط. ها نتوما مزيان، كي تحتاج بزاف هذا ما غنقطعوش على جوج، خليته بحال هكا تقبطو عيب الفرشي وخليته باش ديك الساعه ملي كتبغيو تخدمو به شي حاجه ولا تزوقو به شي حاجه هكا بسطيله ولا هذا كتقطعو على الطريقه اللي بغيتو تصاوبوه بها. هانتوما غتمشيو معاها بحال هكا كامل، هانتوما دابا حنا عمرنا هاد الشابيو، عمرنا الفرن ديالنا او لي شو او المكور كل شنو كيدير لي دابا. غادي ما غاديش ندير ليه هذاك الماء بارد وداك المخلل اللي صوبت فيه، غادي نصاوب فيه هنايا مباشره. ها نتوما غندير ليه هذا معلقه ديال 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 الملح، ها نتوما معلقه ديال الملح، ها نتوما ديال الملحه، وغادي ندير ليه السكر غير شويه. هانتوما غير شويه شويه. وبالنسبه للخل
هانتوما عندي فيه، هانتوما ها واحد، هانتوما ها جوج، ثلاثة، هانتوما ها ربعة، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، هانتوما. هذا بالنسبة للخل اللي درت فيهم، وبالنسبة للماء غنخوي ليهم سخون. هانتوما حتى يتغطى، هانتوما الماء حتى يتغطى. غادي نسدهم مزيان، هانتوما هانتوما نسدهم مزيان تيتسدو، وغادي نقلبوهم بحال هكا. هانتوما كتبقاو تقلبوهم بحال هكا، هانتوما باش ديك الملحة كتذوب مع ديك الخل والسكر. هانتوما دابا حنا ملي تعمروهم غديروا ليهم بحال هكا، وبحال الله غدا عاوتاني غديروا ليهم بحال هكا صافي. هتحركوهم غير تطلق يذوب داك الخل ومع السكر ومع ديك الملح صافي بحال هكا. كنخليوهم ها هما غيجيو زوينين وغزارين وساهلين، ما فيهم لا صعوبة لا تمارة لا والو، كل شيء سهل وكل شيء خفيف، وتوجدوه في الدوارات ديالكم وفي محلكم وكل شيء يبقى قريب ليكم، حتى حاجة ما تجيكم غالية وحتى حاجة ما تجيكم صعيبة وحتى حاجة ما تجيكم بعيدة، اللي بغيتوها تلقاوها قريبة إن شاء الله في المحل ديالكم. ملي محد دابا كل شيء موجود، كاين الوقت ديال هاد الشيء هذا، الواحد ياخذو على تساع ويصاوبو، وراه كيوجد دغيا وكيتصاوب دغيا. بالنسبه للثومه ملي كتكون رخيصه راكم تصاوبوها بحال هكا، ايوا حيت كيجي الوقت ديالها الموسم ديال الحصاد ديالها كتكون شويه رخيصه، بنادم يصاوبها يبقى الناس ياخذوها ويصاوبوها تجي زوينه. وهذه هي الطريقه اللي وراتكم رشيده ديال الخضره، وهنا غاديه معكم بشوي بشوي، كل نهار ان شاء الله كل مره كل فيديو غادي ندير لكم فيها كاربعة الحاجات ولا ثلاثه ديال الخضره، ما نقويش بزاف باش بنادم يركز. راه فيا ما ندير كلهم، نحط مثلا ست الحاجات ولا ثمانيه ولا هذا ونصاوب لكم، ولكن لا نصاوب لكم هكا شوي بشوي باش بنادم كيركز. كما كنقول لكم ديما كنقول لكم رانا كنفسر مزيان وكنركز، داكشي علاش كنعاود الهضره ونعاودها باش بنادم يعرف ما يدير. حتى الا دار شي حاجه يقول الله يرحم الوالدين، وبصحتكم وبراحتكم، ونتمنى لكم ان شاء الله ديروها وتعجبكم. وهذه هي ها المخلل ديالكم رشيده، تمنيتو لكم ان شاء الله في المحلات ديالكم وفي دويراتكم، وعجبكم وجبكم كيف على الخاطر والقلب، وبصحه والراحه للجميع.